أهلا بكم في أولى حلقات On The Fly. هنعرف النهاردة الفرق بين كلمة Hear و Listen. Hear معناها يسمع بدون قصد، ودي بستخدمها لما تكون أنت بتسمع حاجة رغم عنك، زي صوت السيارات في الشارع، وطبعا ما يجيش بعدها أي حروف جر. مثال: I heard the lion when I was in the zoo. سمعت صوت الأسد لما كنت في حديقة الحيوان. ولكن تستخدم listen to بمعنى ينصت إلى، أي يستمع بتركيز، ويأتي بعدها حرف الجر to. مثال: You should listen carefully to your teacher. يجب أن تستمع بإنصات إلى معلمك. نتمنى فيديو النهاردة يكون نال إعجابكم. ما تنسوناش بالتعليق أسفل الفيديو والاشتراك في القناة والضغط على علامة إعجابني، ويمكنكم الانضمام لجروبنا في الفيسبوك، والرابط هتلاقوه موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.